السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا، وهو ملامح منهج الماث أو الرياضيات لبرايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي، المنهج الجديد. وإحنا هنتكلم عن المنهج ده وعن الوحدات الخاصة بالترم الأول السنة دي إن شاء الله. وقبل ما نبتدي في الشرح، مش عايزكم تنسوا تقدروا تتابعوا قناتنا الجديدة بوديو بيدو فلاش فلاش، قناة كوميدية بتقدم محتوى جميل جدا للأطفال والكبار كمان، تقدروا تتفرجوا عليها. الرابط بتاعها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة يا أصحابي، لازم نكون عارفين إن الترم الأول في برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي بيتكون من 6 units. 6 units أو 6 وحدات، كل unit فيها 10 lessons، فيها 10 lessons أو 10 دروس زي ما خدنا السنين اللي فاتت. فعندنا unit 1 وهي بتتكلم عن مجموعة من الموضوعات. الموضوعات دي أهمها طبعا الجرافس أو الرسوم البيانية، وطبعا ازاي بنستخدم الجرافس او الرسوم البيانية في تمثيل البيانات، وده طبعا تكملة للي اخدناه السنة اللي فاتت، وازاي نعمل comparing او مقارنة للديتا او للبيانات اللي عندنا، ازاي نقدر نمثل البيانات على البار جرافس او الرسوم البيانية بالاعمدة، وازاي نقدر نعمل comparing او مقارنة بين الديتا او البيانات عن طريق استخدام الجرافس المختلفة أو الرسوم البيانية المختلفة. كمان هناخد الميجرينج أو القياس. وطبعا السنة دي هناخد حاجة جديدة شوية، فعندنا طبعا زي ما أخدنا قبل كده نقدر نعمل ميجرينج أو قياس للديستنس أو للمسافة بالمتر أو بالمتر والسنتيمتر أو السنتيمتر. وطبعا احنا عارفين ان المتر او المتر بيبقى فيه 100 سنتيمتر او 100 سنتيمتر، وهناخد حاجة جديدة اسمها المليمتر او المليمتر، وطبعا كل سنتي بيبقى فيه 10 مليمترز او 10 مليمتر. زي ما احنا عارفين كلنا لو بصينا على الرولر او على المسطرة بتاعتنا، هنلاقي ان كل سنتيمتر بيتكون لعشر اجزاء صغيرة جدا، الجزء الواحد منها بنسميه مليمتر او مليمتر. وطبعا لازم هنعرف نميز بين المتر او المتر والسنتيمتر او السنتيمتر والمليمتر او المليمتر، والعلاقة بينهم شكلها عامل ازاي، وهناخد تدريبات كتيرة جدا على كده. واخر حاجة هناخدها في يونت 1 ازاي نعمل تمثيل للارقام على النمبر لاين او على خط الاعداد، وده احنا خدناه السنين اللي فاتت برضو. يونت 2 يا اصحابي هيكون فيها مراجعة سريعة على النمبرز او على الارقام. احنا اخدنا قبل كده الونس او الاحاد والتنز او العشرات والهندردز او المئات. السنة دي هناخد جزء جديد وهو الثاوزنس أو الألوف، والتن ثاوزنس أو العشرة ألوف، والهندرد ثاوزنس أو المئة ألف. وهناخد تدريبات كمان على القيمة المكانية أو البليس فاليو، والقيمة العددية أو النمبر فاليو لكل منهم. واحنا أخدنا التدريبات دي على الأرقام اللي أصغر من كده السنين اللي فاتت، هناخدها بقى على الأرقام الأكبر شوية السنة دي. وهناخد كمان إزاي نقدر نكتب النمبرز في بالشكل العادي، وهنكتبها كمان in words أو بالكلمات. أما في unit 3 أو في الوحدة التالتة هناخد جدول الضرب بقى كامل، هناخده من 1 حتى 10 أو من 1 ل 10. وهناخد كمان إزاي نقدر نقرا الكلوك او الساعه، ونقدر نحدد التايم بالاورز وبالمينتس كمان. وهناخد كمان ازاي نعمل ديفيجن او قسمه، وازاي نعمل مالتيبليكيشن او ضرب، ازاي نعمل عمليه ضرب نضرب الارقام في بعضها، وازاي نعمل ديفيجن او نعمل عمليه قسمه نقسم الارقام على بعضها، والعلاقه بين المالتيبليكيشن او عمليه الضرب والديفيجن او عمليه القسمه. وهناخد الكلام ده بشكل أمثلة على رقم واحد
ازاي نقدر نضرب في رقم واحد وازاي نقدر نقسم على رقم واحد. ويونت 4 هناخد فيها الشيبس او الاشكال الهندسية، التو دايمنشن شيبس زي السكوير او المربع والريكتانجل او المستطيل والتراينجل او المثلث والسيركل او الدائرة. واحنا كمان يا اصحابي عندنا في حلقة مخصصة بتتكلم عن اهم الحاجات اللي ممكن ناخدها في منهج الماث للمرحلة الابتدائية، هي اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، هيساعدكم كتير قوي تقدروا تعملوا ريفيجن سريعة للمعلومات اللي عندكم خاصة بالسنين اللي فاتت، وهيساعدكم كمان تفهموا المنهج الجديد بشكل افضل. ويونت 5 هنستخدم الرولر او المسطرة بتاعتنا في ان احنا نعمل ميجرنج او قياس للأطوال المختلفة، وإزاي إن الشيبس أو الأشكال الهندسية ممكن يبقى فيه بينها تطابق، نقدر نقيس مثلث ونشوف أطوال المثلث ده لو هو متطابق مع مثلث تاني ولا لأ، هناخد إزاي إن ممكن يبقى فيه تطابق بين الشيبس المختلفة، وإزاي كمان نقدر نعرف المساحة بتاعت المربع أو الاسكوير والريكتانجل أو المستطيل. ويونت 6 او الوحدة السادسة هناخد فيها المالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن او عملية الضرب في مضاعفات التنز او العشرات والون هندرد او المئات، وكمان هناخد الاديشن او عملية الجمع والسبتراكشن او عملية الطرح لأعداد مكونة من 3 ديجيتس او لأعداد مكونة من 3 ارقام. واخر حاجة ممكن نكون هناخدها ان شاء الله هي اللتر، اللتر طبعا هو اللي بنقيس بيه السوائل او الليكويدز، والملي لتر او اللي هو الوحدة الصغيرة جدا من اللتر وهي حجمها صغير جدا، وهناخد كمان امثلة على كده. وبكده نكون اتكلمنا عن الملامح الخاصة بمنهج الماث او الرياضيات الخاص ب primary 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 او الترم الاول المنهج الجديد ان شاء الله. وده طبعا الفهرس المتوقع للماس او للرياضيات الخاصة بسنة ثالثة ابتدائي بنسبة 99% ان شاء الله. لسه مش مؤكد هيحصل اي تعديل في الكونتنت او المحتوى الخاص بالترم الاول ده او لا، بس هو ده الشكل بتاع الترم الاول بنسبة 99% ان شاء الله. وزي ما وضحت لكم لو عايزين تعملوا ريفيجن مراجعة سريعة هتساعدكم في الماث للمرحلة الابتدائية كلها، تقدروا تشوفوا الحلقة الخاصة بأهم الحاجات اللي هتاخدوها في الماث في المرحلة الابتدائية، وانا سايب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة، لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم إنك تشارك المعلومة مع أصحابك علشان الكل يستفيد. لو حابين تستمتعوا بفيديوهات جميلة من واقع الحياة وكمان تشوفوا حاجة كوميدية تقدروا تتابعونا على القناة بتاعتنا بوديو بيدو فلاش فلاش، والرابط بتاعها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.